على إذاعة جامعة الخرطوم تتابعون رموز وأفكار. نحاور ونوثق من خلالها لأساتذة جامعة الخرطوم. إنهم أثر الحياة العلمية الأكاديمية والمعرفية. عملوا في خدمة المجتمع وشاركوا في العمل العام. رموز وأفكار من إعداد وتقديم محمد القاسم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج رموز وأفكار. نواصل فيها من قطع من حوار مع ساعة الفريق شرطة دكتور العادل عجب نائب المدير العام والمفتش العام للشرطة السابق وزميل كلية القانون بجامعة الخرطوم، أستاذ القانون بالجامعات السودانية، وذلك عبر أسير جامعة الخرطوم صوت العلم والمعرفة على الموجة FM 93.3. فأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى ساعة الفريق دكتور عادل عجب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا أحييك أستاذ الجليل أستاذ القاسم، وأحيي إذاعة صوت العلم والمعرفة وجميع المستمعين لهذه الإذاعة. دكتور عادل، يمكن المواطن الصالح هو الذي يفعل رغبته الذاتية على نفسه وتعاونه مع المؤسسات ذات الصلة بالصالح العام لحماية المجتمع واحترامه للقانون ويرايح حول الغير. كيف ننمي الوعي بصلاح المواطنة وتبسيط المعرفة القانونية والشرطية والتواصل معها عبر الوسائط الاجتماعية وإذاعة الساهرون على وجه الخصوص؟ هذه مسألة في غاية الأهمية، مسألة جوهرية أساسية تستحق أن ندير حولها حوار واسع، ليس فقط في هذا المكان ولكن مع كل المختصين في مجال إنفاذ القوانين المختلفة. نحن ليس فقط أيضا نهتم بتنفيذ القانون الجنائي، إنما في كثير من القوانين المتعلقة بسلامة المواطن وأمنه وصحته وعافيته وبيئته وهواه النقي وميته النقية إلى غير ذلك من الأمور، كلها تحتاج إلى أن يكون هناك وعي كامل ونرفع مستوى الوعي حتى نصل إلى مستوى المواطن الملتزم بأحكام القانون أو المواطن الصالح. وحقيقة هذه القضية شغلت الناس من زمن مبكر، وحتى وصلوا بعض المهتمين بهذا الجانب منهم فقهاء مسلمين إلى تقسيم الناس إلى ثلاث فئات. فئة ضميرها حي وتلتزم بالقوانين وبكل القيم وكل تقاليد المجتمع وضوابطه ونظمه المعمول بها دون أن تتردد في طاعة هذه القوانين. بيقول هؤلاء الفئة يعني أنهم نفسهم اللوامة صاحية دائما وتحاسبهم على أي تهاون أو أي تقصير، فهذه النفس اللوامة هبة من الله سبحانه وتعالى للذين ينعم بها عليهم، فيظلون يعني إطلاقا بعيدين عن كل مجالات المخالفات بما فيها المخالفات التي تطبق فيها قوانين، وحتى في المجالات الاجتماعية قواعد المجاملات والعراف والتقاليد أيضا يلتزمون بها. فئة ثانية وصفها بأنها تلتزم بالانضباط والمحافظة في وجود القانون، إذا اختفى القانون تعود مرة أخرى إلى الفوضى وإلى ممارسات غير سليمة. ولذلك بيقولوا أنه في هذه الحالة لابد أن تكون في قوانين كاملة تراعي كل المصالح الجوهرية والأساسية اللي موجودة في المجتمع. لذلك تلاحظ أستاذ الجليل أنه بين كل فترة وأخرى تصدر مجموعة من القوانين. صدر قانون في ولاية الخرطوم يحظر حمل السلاح الأبيض في الأماكن العامة، وكان حمل السلاح الأبيض يعني الثقافة السودانية موجودة والناس يحملون السلاح الأبيض ولكنهم لا يستخدمونه ضد الآخرين، فنشأت ممارسات غير صحيحة وأدت إلى إسهاق أرواح أبرياء وإلى ارتكاب مخالفات كثيرة، فصدر هذا القانون. القانون يصدر طوال باستمرار لمواجهة هذه الفئة الثانية، وتيجي الفئة الثالثة اللي يعني فئة يعني منحرفة وعاشقة ومحبة للفوضى بكل أنواعها والممارسات غير صحيحة والتي لا تتفق حتى مع قيم المجتمع المحلية، ليس فيها عقوبة ولا فيها جزاء لكنها أيضا لا تتفق مع قيم المجتمع، وكذلك يخالفون القانون بأعلى درجاته. هناك من يرتكب العنف الذي يصل إلى درجة القتل إلى درجة الاغتصاب إلى كل أشكال العنف المزعجة في المجتمعات البشرية، هناك من يعتدي على الأموال كلما وجد فرصة أو حد مش وجد فرصة إنما يهيئ لنفسه فرصة ليعتدي على الأموال، هذه فئة يعني مزعجة جدا، وهي الحمد لله في السودان هذه الفئة يعني ليست مزعجة لكنها عددها يزيد، يعني عددها يزيد من واقع الإحصاءات الجنائية ومن واقع الحالة الجنائية
يعني في الدولة العدد يزيد من وقت لآخر، رغم أنه الشباب والجامعات ومستوى التعليم والوعي ازداد. لا لا، كيف هذه المسألة الطردية؟ هي حكاية غريبة يعني. طبعا كان هناك اعتقاد عند المختصين بتفسير الجريمة، ودرسنا ذلك في حياتنا المبكرة في كليات الشرطة، بأنه التعليم واغي من الجريمة، والتعليم يغي الإنسان من الجريمة. أول حاجة يبصره بما هو خطأ وما هو صواب، ويخليه واعي بحقوق الآخرين إلى غير ذلك من الأمور. وبالتالي يعني بمصر التعليم زي الكابح، يعني زي البريك الكابح في أنه ما يرتكب الأخطاء. لكن فيما بعد لما جاءت فترة مؤخرا بالذات في بداية القرن العشرين، بدأ التعليم يستغل لأسوأ ارتكابات مع الجرائم. يعني مثلا كان زمان عندنا المخدرات، هي ما جت من المخدرات الطبيعية، الحشيش المعروف في السودان ثم نبات القنب الهندي أو اللي هو المخدرات العادية كان هو المنتشر في البلاد، وكذلك الأفيون في بعض البلاد الأخرى البعيدة مننا في أمريكا اللاتينية وآسيا. لكن التعليم خلى المتعلمين الأشرار فإنهم يبتكروا في المختبرات الجنائية، يعني المختبرات المعامل عندهم أنواع جديدة من المخدرات اللي تسمى المؤثرات العقلية، يعني حبوب صغيرة لا تشم رائحتها وتستطيع أن تنقل منها كميات كبيرة. يعني في حقيبة ممكن تنقل مليون حبة لا يعلم أحد، هذه مليون حبة يمكن أن تدمر عدد كبير من الشباب. بدأ يشتغل العلم هذا الأمر في كل يعني المجالات، فأصبح العلم خطر جدا. هو نشهد ما يسمى بجريمة الياغات البيضاء، عشان المرة الماضية يرتكبونها بهدوء كامل ويرتكبونها بذكاء شديد أو نعومة شديدة، ولا يتركون آثار لملاحقتهم. والغرض الأساسي أنهم يجنوا كثير من الأموال. الأشكالية كلها في الجريمة دائما هي الأموال. يعني أي شخص بيرتكب الجريمة ليس بمزاج أو تطريب أو أي شيء لا تمثل هذا الجانب إطلاقا. الدافعية، الدافعية دائما معظمها دافعية مادية، وفي في دوافع أخرى لكن الدافعية المادية هي الغالبة. يعني خاصة الناس اللي بيواصلوا ارتكاب الجريمة. الآن أصبحت الجريمة زي ما يسموها الآن أصبحت منجم بتاع ذهب، يعني تدور أموال ضخمة جدا. يعني ممكن زول يتحول يتبدل حاله بين يوم وليلة في أنه يصرف له مثلا سلع دوائية أو منتجات صيدلانية ما مطابقة للمواصفات بكميات كبيرة، يعني ممكن يكسب فيها مبالغ ضخمة جدا. أو ينجح في تمرير أي نقل أي كمية من المخدرات من بلد إلى بلد آخر بسموه الكوريرز. يعني في ناس متخصصين يعني مهمته إنه مثلا ينقل مخدرات مثلا من السودان يوديها مثلا السعودية، أو من مصر يوديها دولة أخرى وهكذا، أو من محل إنتاج المخدرات في أمريكا اللاتينية. ينقل ضمير مؤنب ولا هو أساسا ضمير وين؟ لا أساسا الضمير مات، لأنه طبعا يعني الإشكالية سيطرة عليها حب المال. لذلك الفهاد ربطوها في البداية كما ذكرت بأنه ما عنده نفس اللوامة. يعني نفس اللوامة مغطية تماما، كما وصف القرآن زي كأن هناك على قلوب مران. لا يجي هذا الإحساس، ربما يجي الإحساس في وقت آخر. ده بيقودني لحاجة مهمة جدا، هؤلاء الناس برضو ينبغي ألا نفقد التعاون معهم. عشان كده بتجي مهمة المؤسسات العقابية والمؤسسات التعليمية والثقافية، بالذات المؤسسات الثقافية ممكن أن تلعب دور كبير في يعني تحويل بعض هؤلاء الناس. نعم، بعض سلوكات الناس المنحرفة دي تحويلها لسلوكات على الأقل تكون متزنة يعني، ثم بعد ذلك تتيها الإنسان. أنا شايف في المسرح الجوال نعم ممكن تكون وسيلة فعالة، لأنه هو بيرتبط بالشارع ومعظم الناس المتواجدين في الشارع. المسرح ده حاجة راغية جدا. أنا أذكر فيما مضى في الستينات وفي السبعينات كانت هناك ما يسمى بالإعلام المتجول، هو يحرك مركزيا، كان يحرك مركزيا من وزارة الثقافة والإعلام إلى مناطق مختلفة في السودان، فترات دورية يعني تمر على مناطق كثيرة من السودان تعرض مواد ثقافية مختلفة. هذه المواد تظل راسخة في أذهان الناس يعني، وخاصة التي توضح الخطأ والصواب. هذه تؤثر يعني الإنسان، يتأثر مهما كان صعب يتأثر الإنسان بهذه الأشياء. هل الهجرة من الريف إلى المدينة وتوسع سكان المدينة من خلفياتهم الريفية أقاد إلى مثل هذا السلوك؟ وده واحدة من المشكلات الأساسية. يعني الأخوة المختصين بالعلم الاجتماعي بيقول إن الإنسان لما يتحرك من الريف للمدينة بيجي شايل معه حاجاته، بيجي شايل معه ثقافته كلها. الحاجة الثانية لما نيجي المدينة برضو بيفاجأ بشيء آخر، ما عليه رغبة اجتماعية، يعني ما له اي رغبه اجتماعيه. رغبه اجتماعيه في بلد ما بلدك. ايوه نعم، هذا ما يحدث عن السودانيين. عدم الرغبه الاجتماعيه بيخليه احيانا ما يستحي في انه يعمل اشياء كثيره، يعني ممكن يعمل اشياء كثيره خطا لانه ما في زول بيعرفه، ما في زول بيتابعه. وطبعا الرغبه ما شايف فيها حاجه. الرغبه الاجتماعيه هي ما بتقف عند حد الشخص معين، بيتصل الى اسرته. يعني الرغبه الاجتماعيه تصل الى اسرته، يعني في مناطق غير المدن اذا اقترف الانسان اي سلوك هذا السلوك يحسب على كل اسرته. طيب في تعامل الناس اللي عندهم خلفيات ريفية أو في الأطراف مع المجتمع الآخر ما يسمى بالمجتمع الراغي، ما أثر فيهم؟ طبعا أكيد تجريديا بيحصل تأثير. ولذلك مثلا ناس من درمان فخورين جدا بأنه من درمان
يعني أثرت في كثير من قطاعات المجتمع السوداني وخلقت ما يسمى بالثقافة الأندرومانية. يعني الناس يتحدثون عن هذا الأمر بين مؤيد وبين معارض. نعم. لكن بيقولوا إنه ثقافة الأندرومان هي ثقافة حق السلم. سلم. نعم. الثقافة تحت التعايش. ثقافة ما فيها أي تمييز عنصري أو قبلي أو جهوي أو قائم على هذا الأمور. هذه الثقافة تسربت إلى كثير من الناس. نعم. فيندمجوا في المجتمع الأندرومان وتأثر بها تأثير كبير جدا. فيستطيع المجتمع الحضري أيضا إذا انفتح. لكن هو يبدأ أنه ما منفتح. يعني المجتمع الحضري غير منفتح بحقيقة بصورة واسعة جدا. يعني يتعامل مع هذه القطاعات في مجالات اقتصادية فقط. يعني مجالات الخدمة ومجالات العمل الاقتصادي. أو في بيناته. يعني دي إشكالية كبيرة عدم الانفتاح. لذلك المجتمع الحضري اللي ينفتح قليل هذا يمكن أن يساعد كبير. يعني حتى بنلاحظ على مستوى المؤسسات التعليمية العالية هذا الانفتاح برضو ما بالصورة الواسعة. يعني ما بالصورة الواسعة لأن ما في أنشطة. يعني ما فيش أنشطة. كل الأنشطة عمل جماعي. أيوة نعم ما فيش أنشطة متعددة. يخلق نوع من التوام. لأن لو حصل أنشطة جماعية هذه الأنشطة الجماعية بتمكنك من استكشاف الشخصية الأخرى وقد تجد أشياء رائعة جدا في شخصية أخرى كنت تجهلها. فهذه تنمي علاقة وتنمي احترام ومتبادل. دخول السينما الجماعي ودخول الرياضة والمسارح المختلفة في المناشط المسرحية في المواسم وفي المعارض الثقافية وفي معرض الخرطوم الدولي والمناشط دي إلى أي مدى هي ممكن تساعد الناس على التفاعل والتواصل؟ ما في شك عندها مساهمة كبيرة في خلق هذا التفاعل. يعني الناس والسينمات في الخرطوم كانت لها منتديات اجتماعية. يعني في كثير من الناس يلتقوا في السينمات ويتبادل المعلومات بينهم وبعد ذلك تنتقل هذه العلاقة إلى علاقة اجتماعية وإلى غير ذلك من الأمور. فساهمت مساهمات كبيرة يعني ليس مكان مشاهدة لكن هي صناعة جديدة لعلاقات اجتماعية جديدة بين عدد كبير من المواطنين. الآن وسائل التواصل الاجتماعي دي ما جابت وسيط آخر جديد؟ وسائل التواصل الاجتماعي هي للأسف أصبحت يعني أنانية. يعني تحاول تركز جذبها لموضوعات معينة. يعني لا تنفت على الموضوعات يعني لا تناقش أشياء يعني عامة وأصبحت تخاطب عاطفة الناس بكثير من الأحيان. يعني خاصة الشباب تخاطب العواطف بتاعتهم. يعني مثل الآن الإنتاج بتاعت الأفلام أفلام الأكشن اللي بيقولوا التي تعرض في التلفزيونات هذه الأفلام لا تساعد كثير يعني في خلق يعني مجتمع منفتح مجتمع يتبادل المعرفة ويتبادل الثقافة ويدرك قدرات المجتمع الآخر إلى غير ذلك من الأمور. فنجد مثلا عنف تطرف جنس دكتور عادل الأمور. كانت هناك مؤسسة الدولة للسينما ومؤسسة الدولة للسينما دي هي معنية بإجازة الأفلام التي تدخل السودان والتي لا تدخل. ربما هذه السينما انتهت والرغبة انتهت وأصبحت الأجواء فاتحة والرغبة ممكن تكون صعبة جدا. والله هو شفت أنا يعني أقول إنه مثلا السينما واحدة من الوسائل المهمة جدا اللي بتساعد في تقليل حجم الجريمة. نعم. تساعد كثير في اكتساب ثقافات مفيدة خاصة طبعا هذه الرغبة الهدف منها إنه ما يدخل فيلم يعني يتنافى مع قيمنا المختلفة يعني قيمنا وثقافتنا وتقاليدنا المختلفة كذلك يتنافى مع قواعد الدين أو قواعد الشرع. فتدخل أفلام راغية يعني إلى الآن يسكروها الناس. نعم. يعني الجيل الجميل يعني مثلا الأفلام الهندية المشهورة من أجل أبنائي مثلا هذا الفيلم رسخ في عقول عدد كبير من البشر يعني نعم. يعني أدخل العاطفة الجانية الإنسانية الاجتماعية الأسرية في نفوس الناس وبهذا الشكل ينقلها إلى الأسرة ينقلها إلى المجتمع. إحنا مجتمع جاف جدا في تعامل الأسري نعم. يعني بيحتاج لكثير من في الأمر والنهي كثير. أيوة في الأمر والنهي كثير وفي السلطة مشكلة كبيرة جدا مشكلة السلطة. لأن مشكلة السلطة يعني بتخلق مزيد من الناس المتنافرين يعني تخلق جيل سلطوي طوال مستمر. فهذه الحوادث دليل أن لا بد أن نكسرها يعني تأثير كبير لا بد من كسرها حتى يعني نستطيع من يعني نخلق مجتمع يعني متوازن تسود فيه قيم احنا بنتكلم عنها لكن ما مطبقة. يعني كثير من القيم الجيدة بنتكلم عنها ونؤمن بها لكن لا نطبقها بأي حال من الأحوال. يعني كثير من الناس يعزوا عن بر الوالدين عن احترام الأخ الأخ الأكبر عن حقوق الجيران عن غير ذلك من الأمور ولكن يظل هذا يعني مجتمع يعني يظل يعني حديث يقال في الهواء وما عنده تطبيق حتى من الذين يتحدثون عنهم في كثير من الأحيان. نعم. ويلاحظ الشباب ذلك. نعم. إذا أخذنا الممارسة الفعلية ممكن تكون واضحة جدا في شرطة المرور. نعم. ممكن شرطة المرور يعني هي شرطة المرور هو مارس سلطة فعلية في الميدان. نعم. فتجد أنه يعني في كمية من التجاوزات بمارسها سائقي العربات من الناس المختلفين من الشرائح المختلفة. فتلاحظ أنه ما في التزام بالقانون رغم أنه رجل المرور موجود رغم أنه الإشارات موجودة تحت الحركة
رغم أن الناس عندهم رخص بتتيح لهم القيادة، إلا نجد أنه يعني ما زال الضمير ما حي زي ما قلت في أنه زول يأخذ حقيره. صحيح، هو المرور بجسد هذه المأساة التي نعيشها. يعني الآن حوادث المرور في بلداننا وفي بلدنا تقريبا بعض النزاعات المسلحة وبعض الأمراض بشكل السبب التالي لحوادث الوفاة والإصابات المرعدة وغيرها من أنواع الإصابات والتكلفة الكبيرة اللي بتحصل حوادث المرور، وهذا ناتج في كثير من الأحيان بسبب عدم تعمد الناس، أنا لا أقول عدم وعي الناس، تعمد الناس لتصرفات غير سليمة وعدم اكتراز لحقوق الآخرين. دي بتدخلنا برضو في مهم جدا إنه إحنا لابد أن نتعلم الناس يحترم حقوق الآخرين. يعني احترام حقوق الآخرين مسألة مهمة جدا تبدأ من البيت. يعني البيت لابد من تعلم حقوق الآخرين وكل الأطراف البيت المجموعة دي أو المنظومة التي تسمى أسرة احترام حقوقها، وينقلنا بعد ذلك لاحترام حقوق الآخرين في الشارع. أنا أذكر مرة وتحت لي فرصة في بلد أجنبي وصلت فيها متأخر ونزلت في فندق وكان يعني في الشارع في تقاطع فيه ستوب، وحاولت انتظر زمن طويل جدا عشان أراقب سلوك هؤلاء الناس بالليل، يعني لاحظ بالليل إطلاقا. أنا ظللت فترة طويلة جدا أراقب عشان حتى أقدر أقيم الوضع كيف، لم يرتكب أي إنسان مخالف للسير في الشارع الحمراء، لا يوجد رجل مرور ولا غير ذلك من أمور إطلاقا بأي حال. رغبة ذاتية، رغبة ذاتية إطلاقا. يعني رغبة ذاتية، يعني إحنا أولى بهذه الرغبة الذاتية. أنا أقارن هذا بمرات كثيرة، يعني مرات مفارقات غريبة جدا، يعني حتى أحيانا تحتاج لدراسة متعمقة. يخرج الناس من صلاة التراويح هم يتعبدون، وهذه العبادة يعني هي طاعة للأمر بالمعروف تزكية النفس. تنتظر في إشارة بتاع المرور يعني الناس يمروا في إشارة الحمراء مباشرة هم جايين من صلاة التراويح. أنا حاولت برضو يعني سألت كثير من الناس إنه ليه نصر بهذا التصرف، يعني ليس واحد أو اثنين، يعني مر الناس حتى لما يأتي من العبادة. فإذا نحن عندنا أزمة كبيرة يعني حلها ما حل يعني بتاع شخص واحد، لكن حلها ببدأ المدرسة. مدرسة، أنا بأيد الناس بيقول تفكر في إنه المدرسة هي الملاذ اللي نحن نلجأ له عشان نحاول نكس يعني نتجاوز هذه الأزمة الكبيرة ونعلم هؤلاء الصغار. حتى لو التزم عدد كبير جدا منهم، التزم 50% منهم بسلوكيات معينة يمكن أن تنعكس في حياتهم العامة. فإذا قدرت المرور حقيقة حوادث المرور وكنا في الداخلية اكتشفنا إنها في رأس الشرطة في حالة تزايد مستمر وكل عام بيزيد بأنواع مختلفة. يعني حوادث المرور فظيعة جدا، يعني يمكن أن تحول الإنسان من إنسان سليم إلى إنسان مقعد مدى الحياة. يمكن الأسرة تفقد إنسان عزيز عليها، عائلة أو شخص محبوب في الأسرة غير ذلك من الأمور. فكان التفكير في أنه يعني مهما أنت عاونت من ضوابط كثيرة أيضا يتخطى الناس بعد هذه الضوابط، مهما عملت من عقوبات برضو يتخطى الناس هذه يعني يتخطى الناس هذه القواعد القانونية. فلذلك كان التفكير في أنه لابد أن يتعامل منهج بتاع مرور يدرس للطلاب في المدارس الابتدائية. تعسر هذا المنهج، لكن يبدو الآن قد يكون يجي الطريق ويحصل تطبيق قريب. هذا المنهج يبدا مع الطلاب في الابتدائي منذ فتره الابتدائي. هذه الفتره نستطيع ان نلقن فيها الطلاب كثير من القيم والتعاليم، وربما تساعد في يعني حقوق ممتده. أيوة، وليس في غايه مجال المرور، لكن في مجالات كثيره. مثلا الان انت ترى البيئه الناس يحملوا الدوله وزير البيئه، صح الدوله قد تكون عندها نصيب في هذا الامر، لكن سلوك المواطن نفسه. يعني اذكر في احد المرات التقيت بالصدفه الصباح مع طبيب مشهور استاذ جامعي يعمل في مجال المختبرات الطبيه. لفت نظره بعض الاشياء المغربة عليه في العمل عمل المختبرات الطبيه، فذهبنا يعني انزعج جدا، قال لي دي نفايات طبيه من مختبر جنائي جابخ خد عافي في منطقه وسط المنطقه الحي بتاع السكن. فاذا في اشكالات كثيره في مجالات كثيره يعني لابد ان نعالجها من وقت مبكر. وصح القانون يظل موجود ما في 2-3، لكن لابد ان نغير السلوك الانساني من داخله، نحاول نغذي النفس البشريه بدل تكون نفسي يعني متمردة تلقى نفسي لوامة لنفسها، تلقى نفسها طايعة للقيم بتاعت المجتمع إلى غير ذلك من الأمور. غير كده حتكون عندنا أزمة في مشاكل كثيرة، في قضايا كثيرة، يعني حتى قضية الصف، انتظار الصف. يعني تمشي بلاد كثيرة جدا حتى بلاد أفريقية لا يوجد أحد يتعدى الآخرين في الصف، لكن هنا بعض الناس يعني تأخذ بالعزة بالاسم يعني ويعتقد بأنه هم عندهم الأولوية دائما على الآخرين. لأنه إنسان بيشغل وظيفة معينة مثلا أو لأنه لابس لبسة معينة إلى غير ذلك من الأمور بتخلوه يفكر بهذا الزهو الغير صحيح، يعني فإنه يتجاوز حتى يعني حقوق الناس. فهي أزمة بتاعت حقوق احترام حقوق الناس. يعني لو احنا فرضنا هذا الأمر، وهي جزء من تعاليمنا الدينية،
يعني حتى في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم الأخيرة حكت له دعوة وصانا على احترام هذه الأشياء كلها بالتفصيل، احترام المرأة، عدم الاعتداء عليها، عدم حق يعني حق أخذ الآخرين، عدم الاعتداء على الآخرين وغيرها، كلها ثقافات أصيلة جدا تتعلق بحقوق الإنسان. بعض الأمم سبقتنا في أن احترامتها، لكن إحنا الآن ما زلنا نصارع في أنه نحترم هذه الحقوق حتى نخلق مواطن ينفذ القانون هو بنفسه، يكون المجتمع بتاعنا خالي من كثير من الإشكاليات الموجودة اللي هي لا تشبه تكون يعني بشبه المجتمع، يعني مهما كان يعني مجتمع مسلم ومجتمع محافظ. وفي الغريبة في ما مضى كان المجتمع هذا المجتمع السوداني يحافظ على مثل هذه القيم، قيم الأمانة وقيم احترام الناس وقيم عدم الاعتداء على حقوق الآخرين وحتى احترام المرأة إلى غير ذلك من الأمور كانت متجسدة في المجتمع. يعني إحنا إلى الآن نذكر في الغرة التي عشنا فيها كيف يحترم الرجال الكبار المرأة حتى لو كانت صغيرة السن، في إنه يضعوا هي تحترم مكان مناسب في السيارة للسفر، هي تركب السيارة بطريقة معينة يعني دون الطريقة التي تركب بها رجال السيارة إلى غير ذلك من الأمور. يعني احترام مبالغ فيه، وكذلك حتى يعني عدم التفكير فيها تفكير سيء كأنثى، وإنما تفكير فيها دائما كإنسان وكبشر شريك وكذا يعني. نعم مستمعي الفاضل، فاصل قصير ثم نعود. أم الجامعات السودانية، جامعة الخرطوم، ترسل صوتها عبر الأثير لكل المستمعين على 93.3. ني هاو، السلام عليكم. FM 93.3 فاستمعوا لنا. صوت الجامعة 93.3، رموز وأفكار. مساء الفاضل، عدنا بعد الفاصل لمواصلة الحديث مع سعادة الفريق شرطة دكتور عادل عجب نائب المدير العام والفتش العام للشرطة السابق وزميل كلية القانون بجامعة الخرطوم وأستاذ القانون بالجامعة السودانية. دكتور عادل العاجب، حصلت على مؤهلات أكاديمية في القانون، البكالوريوس في القانون والدبلوم العالي في القانون والدبلوم العالي في القانون الجنائي الإسلامي ودرجات الماجستير والدكتوراه في القانون من جامعات القاهرة ومن درمان الإسلامية وجامعة الخرطوم على التوالي. إلى أي مدى أفادتكم هذه المؤهلات في العمل الشرطي؟ شكرا حقيقي، يعني أكون أنا من المحظوظين بأنه أجد فرصة بصورة شخصية يعني بأنه أستطيع أن أحصل على هذه المؤهلات الأكاديمية. كثير منا أو معظمنا في جامعة الخرطوم، حقيقة بالنسبة لجامعة الخرطوم رطباتها شدان له الأساس الذين تتلمسنا على أيديهم. يعني كلية الشرطة والقانون يعني كانت حريصة جدا على أنها تتعاقد أو تستضيف أساتذة يعني أكفاء ومؤهلين في مجالات علوم مختلفة المكملة للعلوم العلوم الشرطية المختلفة، فتتلمسنا على عدد كبير من أساتذة جامعة الخرطوم. وحقيقة يعني هم أساتذة بارعين ومتفوقين ويعني أداؤهم أداء قمة الأداء كما ذكرت بعض منهم في المرات السابقة، فذا جعلني أكون قريب من جامعة الخرطوم. فإنه أذكر بالتحديد هنا الأخ الدكتور الفتح الرشيد أستاذ القانون الدولي في جامعة الخرطوم من قبل، يعني كان أيضا من الأساتذة الذين درسوا في كلية الشرطة، شجعت على أنه أواصل الدراسة في جامعة الخرطوم. وفي تلك الفترة دخلنا الجامعة للدراسة العليا في ظروف كانت صعبة، يعني ظروف الدراسة العليا كانت صعبة جدا في الجامعة، نظام الكولفاي كان نظام بيعمل نوك أوت لناس كثيرين جدا من الدراسة، وطول فترتنا كنا خايفين من النوك أوت يعني نطلع منجب المريت الموجود. ودخلنا يعني الحمد لله يعني الأمور مشت على مجرام وأصبحت لنا يعني علاقات وطيدة مع هذه الجامعة، وحتى أصبح الإنسان مع بالنسبة لكلية القانون كأنه يعني يعرف فيها أي كتاب موجود في أي وين في المكتبة ويعرف فيها كل رفي وشنو من الكتب، فأصبحت علاقة وطيدة جدا، ولذلك دي شجعتنا في أنه نواصل الدراسة. حقيقة نعم انعكاس الدراسة على أداء الإنسان طبعا كان انعكاس كبير جدا وانعكاس واضح، ويتمكن الإنسان في أنه دي أنا أفتكر أهم حاجة في أنه ينظر للأمور نظرة وازعة ونظرة برؤية. يعني إذا افتقد الإنسان يعني ينظر للأمور برؤية بيكون إنسان مدمر جدا في المؤسسة الشغال فيه التي يعمل فيها. والآن تقريبا في كثير من مؤسسات الدولة ما ماشي كويس أو مصدر شكوى مستمرة من
خدمات للجمهور بسبب عدم الرؤية الذين يتغلدون هذه المؤسسات، وبسبب يعني مبارحتهم لقعة التعليم في وقت مبكر، ما وجدوا فرصة في أنهم يطوروا نفسهم، ما وجدوا فرصة في أنهم يضيفوا لنفسهم مزيد من المعارف، هي معارف وهذا على تنقطع، لا يدعي إنسان بأنه أخذ جزء ولو قطر من المعارف الكبيرة، فدي أثرت كثير في أداء كثير من مؤسسات الدولة تشكو منها الناس الآن أينما تسب تجد هذه الشكوى. ولذلك الرؤية مهمة جدا في العمل الحكومي، خاصة الرؤية في العمل الشرطي يعني ضرورية ومهمة، تمكنك من أن تنظر الأمور بصورة جيدة وصورة متعمقة وصورة يعني تنظر فيها للمستقبل أكثر من الحاضر، وإذا ما نظرت للمستقبل أكثر من الحاضر يعني المؤسسة بتخسر خسارة كبيرة جدا يعني، وتظل المؤسسة يعني بالية بكل المقاييس. الإنسان مهما حاول يمتدح التعليم الذي حصل عليه في دي يعني في إنه عمل لنا إنجكشن أو حقنا بكثير من الخبرات والمعارف والتجربة ومكننا من نظر الأمور بصورة يعني واسعة، لا يستطيع أن يعني يفي هذا الجانب أي كلمات يستطيع أن يصفه بها. الإطراد العجيب ممكن الجامعات التي تأهلت فيها، جامعة القاهرة فرع الخرطوم هي مسار تعليم مصري كان في نعم وقتها، نعم، وجامعة أم درمان الإسلامية هي فيها مسار بتاع تعليم إسلامي أو تعليم ديني، نعم، وجامعة الخرطوم هي فيها مسار بتاع تعليم ليبرالي، نعم. إلى أي مدى أثرت هذه الأبعاد في تكوينكم القانوني والفكري والشرطي؟ هي حقيقة هي عبارة عن مدارس مكملة لبعضها البعض، نعم. يعني مثلاً الخرطوم بدراسة فيها نظام الجامعة لندن لأن وأنت تعلم ذلك، نعم. في كلية القانون مثلاً المنهج اللي بدرس في كلية القانون قائم على المنهج ما يسمى بالمنهج القانون الأنجلوساكسوني أو الكومون لو سيستم، قانون الشريعة العامة الإنجليزية. هذه مدرسة قانونية متفردة وعندها قواعدها ومزاياها وأسسها. النظام المصري قائم على المدرسة الفرنسية، وهذه مدرسة ممتازة جدا، مدرسة فرنسية وعندها بيض يعني نظرياتها وقواعدها وأسسها المتعلقة في بالتعليم ذات التعليم القانوني. أما الجامعة الإسلامية فأنا حظيت بالدراسة فيها في حصول على دبلومة، فكان ضروري جدا أن ألم بالمدرسة الإسلامية، المدرسة الإسلامية في مجال القانون، فهذه المدارس لا تتنافر وإنها هي تكمل بعضها البعض، بل تستطيع أن تستكشف مثلا أنه في كثير من قواعد القانون الإنجليزي هي قواعد إسلامية، يعني مثلا رسالة سيدنا عمر بن الخطاب للقاضي أبو موسى الأشعري عندما أرسلوا للقضاء وكتب له رسالة مشهورة جدا بسموها الرسالة العمرية، فيها قواعد في قانون الإثبات وقواعد في قانون الإجراءات وقواعد عامة في العدالة، هي كلها مطبقة في القانون الإنجليزي بصورة دقيقة جدا مفصلة كأنها مأخوذة وترجمت من هذا الأمر. مثل هذه الأشياء التنوع ده بيخلق ثراء علمي وقانوني ومهم جدا، ويمكن الناس من أنهم ينظروا للأمور للقضايا بزوايا ما بقول زوايا مختلفة لكن زوايا بتكمل بعضها البعض حتى الناس يصلوا إلى حلول يعني متوازنة. احنا بنطالب حلول متوازنة دائما لكل القضايا يعني ليست حلول في عالم القانون ليس هناك خلاف بين الشريعة يسكر في معظم القضايا. حتى أنا قبل ثلاثة أو أربع أيام كنت أتابع بإعجاب شديد القديس بتاع كنيسة كنتربري في موريتانيا وتحدث أمام الانحراف الأخلاقي وكذا إلى غير ذلك الأمور والسلوكيات الفظيعة لبعض القساوسة وبعض رجال الدين لأنها سلوكات تتنافى مع الطبيعة البشرية كذا، يعني فجر قنبلة كبيرة. احنا ما انتهزنا كمفكرين إسلاميين نكتب عنها كثير، قال أنا الأوان أن نطبق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال الأحوال الشخصية في بلادنا. ده كلام كبير وكلام خطير، احنا ما استثمرنا، لكن يعني يوضح أنه يعني دراسة المنظمة القانونية المختلفة يعني تسري بعضها البعض، يعني بعضها يأخذ من هذا وهذا يأخذ من ذاك، وبالتالي نستطيع أن ننتج نظام قانوني يعني ممتاز جيد. خاصة الشريعة الإسلامية فيها مدارس كثيرة ومدارس يعني قائمة على رؤى، قائمة على رؤى ده الشيء المهم فيها، قائمة على فكر وقائمة على منطقيات يعني، وليست قائمة على عنصرية وعلى يعني منهج فردي إلى غير ذلك من الأمور. فنستطيع منها نخدم مؤسسات قانونية كثيرة في بعض البلدان في إنتاج قوانين تتمشى مع الطبيعة الإنسانية يعني الطبيعة البشرية التي الآن بدأ الناس يخالفوها، يعني الآن بدأت تصدر في أوروبا قوانين تتخالف حتى مع طبيعة الإنسان، طبيعة البشرية حق طبيعة الإنسان كإنسان، يعني مثلا قوانين زواج المثلية، يعني دولة زي إنجلترا ما كان الإنسان يتوقع في يوم من الأيام تصدر قانون يبيح المثلية، حتى رئيس الوزراء كاميرون يعني قال كلام خبيث جدا وكلام سيء جدا، إنه قال الآن الأوان قد تحققنا
ربات الملايين من البريطانيين بإجازة هذا القانون. فهذه الأمور كلها يعني يمكن أن تعالج بالنظر للثقافات الأخرى. يعني ماذا عالجت الثقافات الأخرى مثل هذه القضايا يعني، وخاصة الدين الإسلامي يعني عندهم عالجات هذه القضايا المختلفة، قضايا النفس البشر كيف تشبع النفس البشرية شهواتها بصورة أو بأخرى. المسائل كلها مرسومة بضوابط وبحدود وبخطوط مرسومة، فمثل هذه التشريعات ممكن تستفيد كثير من الشريعة الإسلامية. وأنا ما في تقدير إنه ما زالت الأنظمة القانونية بالتحديد يعني هذا مجال تخصصنا محتاجة لأنها تنظر كثير في أحكام الشريعة الإسلامية، وما زلنا نحن كمفكرين والمفكرين الإسلاميين في مجال القانون ما زالوا مقصرين شديد. صح كثيرين منهم أبدعوا، مثلا المغني في كتابه المشهور المغني لأبو قدامة تعرض لقضايا كثيرة، حتى حديثا عبد القادر عودة في التشريع الجنائي الإسلامي كتب كتابات رائعة وممتازة. نستطيع أن نكتب أشياء كثيرة جدا للعالم في مجال القانون وفي مجال كل قضايا مختلفة. طبعا هذا العجب، نحن ممكن في ممارستنا القانون في السودان يعني التأثير البريطاني كان كبير علينا في مدى طويل من الزمن، التأثير المصري كان كبير علينا خاصة في الأحوال الشخصية، التأثير بتاع تطبيق الشريعة الإسلامية ممكن من سنة 83 اللي جاي يعني مدة زمنية معقولة. إلى أي مدى أصبح يتبلور عندنا قانون سوداني بخبرتنا ومعرفتنا الطويلة وممارستنا للعمل ده؟ هذه التجارب المختلفة السيء منها والأفضل منها كلها ساهمت برضو في خلق عقليات يمكن أن نصيب منها عقليات قانونية سودانية. يعني في كثير من السادة القضاء والمحامين والذين يعملون في العمل القانوني طرحوا كثير من يعني الآراء المتفردة التي يمكن أن نخرج بها من العباءة، هذه العباءة المصرية أو البريطانية أو غيرها، العباءة سودانية يعني نلتزم فيها بقواعد القانون الأصلية. يعني قواعد القانون الأصلية مثلا قواعد العدالة، قواعد المساواة إلى غير ذلك من الأمور، القواعد الراسخة سيادة حكم القانون، دي كلها قضايا احنا ممكن نلتزم بها، ولكن طريقة التزامنا أو منهجنا في التزامنا ممكن أن يتغير عن طريقة التزام الآخرين بها. يبقى الجوهر احنا نتفق مع الناس كلنا في أنه نلتزم بمثل هذه القضايا. فطرحوا كثير من الأشياء، هناك كثير من الرواة جديدة التي قدمت لبعض القضايا في معالجة بعض القضايا الشائكة في القانون السوداني، وليس نغلا من الآخرين لكن من التجارب السودانية. إذا استطعنا أن نرجع للأعراف السودانية، يعني الأعراف السودانية يعني يمكن أن تمدنا بكثير من حلول المشاكل. يعني حتى في مسائل الأحوال الشخصية، في مسائل القانون التجاري، حتى في المسائل المتعلقة بالقضاء وإدارة القضاء، يعني عندنا تراث عميق جدا. يعني للأسف الآن الجامعات ما بتركز عليه كثير، يعني على العرف السوداني والتراث السوداني ده يستطيع من خلاله نستطيع أن نأصل لتجربتنا القانونية ونستطيع أن ننقل الأشياء المفيدة يعني لنا وللآخرين. وحقيقة مثلا أقول لك مثال، يعني كنا في مؤتمر في القاهرة يعقد كل 4 سنوات أو 5 سنوات يسمى مؤتمر معاملة المذنبين، مكافحة الجريمة ومعالجة المذنبين، بتعقد الأمم المتحدة كل 6 سنوات أو كل 4 سنوات في واحدة من المدن. فوجينا مثلا احنا عندنا تجربة الجودية السودانية من التجارب الرائدة جدا، الآن الناس تبحث عنها، يعني دول متقدمة تبحث عن تجربة الجودية وتجربة الصلح القانون السوداني. أيوة نعم، وتجربة الإدارة الأهلية نفسها ولكنها بمسار جديد وبقالب جديد، يبحث عن هذه التجارب. ليه؟ لأنها تجارب سلمية، يعني تجارب سلمية وتعود إلى حلول قاطعة. يعني حلول المحاكم دائما حلول في إشكالية، يعني المحاكم في طرفين، يعني في طرف يخسر وطرف بيكسب، ما في أكثر من كده. يعني ليست هناك في حلول توفيقية، في الأعراب بتخلق دائما حلول توفيقية. يعني حتى الآن في الاتفاقيات الدولية بدوا يلجوا للحلول التوفيقية، في إنه اتفاقية دولية ما يجيزوها بالأغلبية ولا التصويت، بالكونسنسس الحلول التوفيقية. الكونسنسس الآن بتملك شنو؟ بتملك إجماع على هول هذه الاتفاقية. فالآن إحنا محتاجين في إنه يعني ما نحسم قضايا، بالذات في قضايا الأسرة وقضايا المجتمع وغيرها من القضايا المختلفة، يعني حتى قضايا الجريمة نفسها، يعني بتحتاج في إنه إحنا يعني نخلق نوع من أنواع التراضي. فتختفي أشياء كثيرة، يظل الرغبة في الانتقام من الآخر يعني موجودة باستمرار طالما النظام القضائي الآن موجود وبيستمر بهذا الشكل، لأنه بيفصل لصالح أحد الأطراف. أما تقاليدنا الموجودة فهي بتحاول تخلق معالجة، هذه المعالجة أول أساس فيها للنجاح بتاعها فإنها تخلق أرضية اجتماعية فيها نوع من المودة بين الأطراف. يعني دي أول ما تحاول إنها تأسس هذه الأرضية، ثم بعد ذلك تبدأ الحلول المختلفة. في ظل هذه الأرضية الاجتماعية والإنسانية والودودة بين الأطراف في الدعوة يمكن أن ننجز أشياء كثيرة جدا، يمكن أن نحل كل الدعوة بأي حال من الحبر. مثل هذه التجارب احنا محتاجين لها حقيقة، ومحتاجين أن الجامعات السودانية برضو في ملاهية
تركز على هذه القضايا لأنها قضايا مهمة جدا، بتخلي المجتمع متعايش وبتخلي المجتمع متوازن. أهم شيء التوازن في المجتمع، وتخلي المجتمع متوازن وتغلق كثير من الأبواب اللي تأتي منها، يأتي منها هواء ساخن. يعني هذا الهواء الساخن يخلق فراغ، وهذا الفراغ يخلق شنو؟ إعصار، يعني يهز المجتمع. ترى هذا عجب. أنا أذكر بالخير الراحل السيد صلاح الشريف سمساعة. وصراحة سمساعة كان رجل من رجال الحكم المحلي المخضرمين، إلى أن وصل مدير تنفيذي وحافظ بالإنابة، ووقتها كان مدير للحكم الشعبي المحلي في إقليم كردفان أيام فترة الراحل الفريق الفاتح بشارة. وكان في وقتها هو يعني من مهندسي عودة الإدارة الأهلية بشكل آخر، سموها الإدارة الذاتية لإقليم كردفان، فيها نوع من إعادة الإدارة الأهلية بفهم جديد، بشكل جديد، بمظهر جديد، بآليات جديدة. فكان بيتكلم قال أنه يعني في فترة من الفترات من كم وخمسين إلى كم وسبعين حل الإدارة الأهلية انعقدت ثلاثة مؤتمرات صلح ناجحة جدا، ومن تلك الفترة من السبعينات إلى فترة الثمانينات انعقدت كم وخمسين مؤتمر صلح فاشل. فإلى أي مدى يعني الآليات المحلية التي أشرت إليها في الجودية وفي التراضي ممكن يتنجح مؤتمرات الصلح الكثيرة هسه بتنعقد وما في شايف يعني في استدامة لمخرجاتها؟ والله أول حاجة أنا بحيي لكم رجال الإدارة الأهلية، رجال الحكم الإداري السودانيين، يعني كانوا أنهم يعني شكلوا في السودان يعني مؤسسة يعني حية، مؤسسة يعني متطورة متقدمة في مجال النظر لقضايا المجتمع السوداني والتعامل مع قضايا المجتمع السوداني، فيستطاعوا أنه يساعدوا الدولة في إدارة البلد بصورة يعني هادية جدا، وصورة يعني فيها كثير من الإبداع والتفوق حتى على أنفسهم على القضايا المعروضة أمامهم. وأنا أقول هذا الآن شهدنا جزء من هذه الممارسات في بعض حياتنا المبكرة. يعني هذا المفهم المتعلق فهم التطوير الآن، مشكلة الجوديات والمؤتمرات الصلح يعني تحتاج أن ندخل فيها يعني عوامل جديدة، ونستكشف كثير من تراثنا اللي يمكن أن نعيد به هذه المؤتمرات وهذه الجوديات إلى واقع جديد يستطيع أن يحتوي يعني هذه الأزمات المتجددة، وأزمات متجددة في عزم حي في حياة الإنسان اللي حقه في الحياة. يعني آلاف الناس يموتوا، بعضهم يحصر، البعض الآخر لا يحصر. فآن الأوان، يعني هذا الأوان، أنا ليس لدي وصفة أقولها، لكن آن الأوان أنه تدرس هذه دائما الدراسة العميقة الهادئة المتعمقة تستطيع أن تقود لنجاحات كبيرة. آن الأوان في أن الدولة يعني تنظر ليس كفي مؤتمرات تقام في يوم أو يومين تلقى فيها خطاب ورسميات إلى غير ذلك، لكن دراسة تستمر شهور، يعني تبحث وتنقب في الخلل الحاصل في يعني الإدارة الأهلية، في الجوديات، في عدم نجاح مؤتمرات الصلح، ماذا يحدث، لماذا يحدث هذا إلى غير ذلك، أسئلة كثيرة جدا حرية. يعني الإجابة عاوزة هدوء كبير فيها حتى نستطيع أن نخرج. وأنا في تقديري أنه إحنا ممكن أن ننتج حلول يعني من حلول محلية وليست حلول تأتي من أي مكان آخر. ليس هناك ما يمنع أنه إحنا نستفيد أو من أي تجربة من التجارب العالمية أو التجارب الإقليمية في منطقتنا لا ينجح، لكن تراثنا وثقافتنا المحلية ما زالت مليئة بكثير من الحلول لهذه القضايا. فقط يعني الدولة تعطي فرصة للمبدعين والمفكرين في أنهم يصمموا اطر جديده، هياكل جديده، محتويات جديده، مضامين جديده لهذه المؤسسات اللي تعمل. لانه حتى انت لو لاحظت الان في الغرب ما زالوا متمسكين بالجوري، ما زالوا متمسكين محلفين، ما زالوا متمسكين في انجلترا والولايات المتحده عظم نظامين قضائيين. يعني ما في شك باي حال رغم اختلافات قد تكون اختلافات سياسيه عميقه معهم مع الدولتين، لكن ما زال النظام القضائي في تلك البلاد في افضل حالاته دائما. حتى شرشل لما قالوا له بريطانيا الشمس الأمبراطورية بدأت تتهاوى، سألهم قال لهم أكدوه رون القضاء كيف في بريطانيا، قال له القضاء ما جاءت عوجة، قال لهم بريطانيا إذا ما عنده عوجة كله لما دام القضاء فيها سليم وقضاء فيها كويس. فهذه الدول حلول لقضاياها المعقدة في استنبطتها من تراثها المحلي، من ثقافاتها المحلية اللي هو نظام بتعجوري. الآن إحنا قد نندهش إنه نظام بتعجوري ده نظام يعني لا يكون مفيد بالنسبه لنا احنا في السودان، لكن كان مفيد بالنسبه لهم هناك. فاحنا نستطيع ايضا من داخل، من اعماق الثقافه السودانيه، من اعماق التجارب السودانيه الممتازه جدا،
أن نستطيع أن نأخذ منها الحلول التي تمكننا من أن نعالج هذه القضايا. لا نعيب إلى الآن تكون هناك صراعات قبلية في السودان، ليس في الولايات البعيدة وإنما داخل الخرطوم توجد صراعات قبلية ما زالت إلى الآن. فكيف ننمو ونتطور ونصل إلى مستويات من الرفاهية والنمو الاقتصادي والتطور الثقافي والتعليم وإحنا ما زلنا يعني لم نستطيع أن نعالج هذه الأشياء؟ هل هذا الملف لا بد أن يغلق بأي حال من الأحوال، لا يغلق بالبوليس ولا يغلق بالجيش ولا يغلق بالقوانين، لكن يغلق بالتدابير الاجتماعية التدابير الثقافية اللي يمكن أن تغلق نهائي بأي حال من الأحوال. نعم دكتور عادل، عجب أعددت رسالة الدكتورة ورسالة الماجستير قبلها باللغة الإنجليزية، وشاركت في فعاليات عالمية كخبير السوداني في مكافحة الفساد ومكافحة الإرهاب والشفافية الدولية، وهذه منابر غالبا تكون اللغة الإنجليزية هي لغة تلك الفعاليات. كيف استطعت أن يعني تحقق هذا الإنجاز في مجال اللغة وإتقانها لدرجة البحث بها والكتابة بها والتعامل بها في المؤتمرات على المستوى العالمي؟ والله باختصار كانت تجربة مفيدة جدا. الإنسان اكتشف بأنه ما يرتكب خطأ عندما كتب رسالاته باللغة الإنجليزية أو ركز على جهوده في أنه يتعلم اللغة الإنجليزية في هذه المجالات، لأنه أصبحت هي اللغة الآن العالم، يعني مع وجود الترجمة وإلى غير ذلك من الأمور، لكن من وراء الكواليس وخارج نطاق الترجمة يلتقي الناس يناقش في قضايا كثيرة، فلا بد أن يكون الناس ملمين باللغة الإنجليزية. وأنا الآن أدعو الدولة لأنها تركز كثير على قيادات مختلفة، القيادات التي تبوا مواقع سياسية ومواقع تنفيذية عليا، يعني لا بد أن تتقن اللغة الإنجليزية للحديث مع الآخرين، تفاكر مع الآخرين. يعني في أمور كثيرة جدا يمكن أن تحل يعني خارج المؤتمرات الرسمية وخارج اللقاءات الرسمية، ويمكن أن تحصل على انسجام كبيرة وفهم كبير لواقعنا السوداني ومشكلاتنا السودانية وقضايانا السودانية عن طريق الأشخاص الذين يستطيعون أن يتحاوروا مع الآخرين بهذه اللغة الإنجليزية التي سادت العالم، يعني بغض النظر عن أي شيء آخر أو يعتبر آخر. نحن نحترم لغتنا العربية تماما ونقدسها وهي لغة القرآن الكريم، لكن لابد من التبصر الكامل باللغة الإنجليزية الذي يستطيع أن يمكننا. حقيقة أنا ما دفعني كثير جدا للكتابة باللغة الإنجليزية لأنه وجدت أنه هناك نقص شنيع أو نقص كبير جدا في المعرفة باللغة العربية، يعني خاصة في مجال القانون. يعني مثلا على سبيل المثال لا توجد دوريات عربية في مجالات القانون المختلفة، لا توجد إطلاقا دوريات عربية يمكن أن تصف أنها دوريات عربية محترمة. حتى الآن الجامعات السودانية هنا بعضها يعمل دوريات، لكن هذه الدوريات مستوى أقل كثير بمقارنة بدوريات أخرى. يعني مثلا في مجال القانون الدولي الآن يعني أنت لا تستطيع أن تتحدث في القانون الدولي بعمق وفكر وتصور جيد إذا ما كنت بتقدر يعني تطلع على الدوريات العالمية، الدوريات الأمريكية، الدوريات البريطانية، الدوريات الكندية، الدوريات الأسترالية وغيرها، يعني يكتب فيها المفكرين. يعني أنت عشان تتابع المفكرين لابد أنك تكون ملم بهذه الدوريات. فكان ضروري أنه لابد أن يجتهد الإنسان. هذا الاجتهاد في تعلم اللغة الإنجليزية ليس دائما بالأستاذ، وإنما اجتهاد الإنسان ومسابرته والصبر عليه، وحقيقة الصبر عليه صعب جدا ومزعج جدا. حسنا الآن إحنا طلاب السنة الثانية مثلا في كلية القانون على الخرطوم ندرس القانون الدولي باللغة الإنجليزية، فبنقوم بنطلع لهم مقالات من الدوريات العالمية بتكون فيها كلمات بتصدع من طوالي، بنقول لهم الكلمات دي بتصدعكم في البداية لكن بعد فترة قليلة بتستمتعوا بها لأنه بتلقوا فيها أشياء كثيرة جدا، فكر إنساني. يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطى كثير من الناس، ليس بالضرورة أن يكونوا من ديانة واحدة أو من قبيلة واحدة أو من بلد واحد، أعطاهم الفكر في أنه يعرضوا قضايا بصورة يعني علمية وصورة موضوعية وفيها إمتاع للناس. فهذه اللغة مهمة جدا الآن لأي دارس في القانون أو لأي دارس في العلوم المختلفة، سواء كان في الطب أو في الهندسة أو غيرها أو في التاريخ، لابد أن يكون مطلع بهذه الأشياء. لا يمكن أن نطلع من المحلية لو ما تعلمنا بس هذه اللغة، لأن المحلية بتخلينا يعني في إطار ضيق. أهميتها بالنسبة لكم أنت في الشرطة؟ الشرطة ضروري جدا. الشرطة الآن علاقاتها كلها علاقات دولية، يعني الشرطة كلها علاقات دولية. إحنا نتعامل مع الانتربول، انتربول معناها دول العالم كلها تقريبا 192 دولة أو 194 دولة، دول انتربول في العالم. عندنا معاملات خاصة مع دول أوروبا، يعني أوروبا الآن عندها علاقات خاصة مع السودان. الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن تجاوزها، لا بد أن تكون يعني صح كانت هناك مقاطعة وغير ذلك من الأمور، لكن التعاون في مع الولايات المتحدة في مجال عمل الشرطة ضروري جدا. لا يمكن أحد يتجاوز الـ FBI الأمريكية أو يأخذ خبرة وتعليم أفضل مما يمكن أن يناله في الـ FBI الأمريكية. فعلا الشرطة بدأت ترسم وجهين لهناك لتعلم من ذلك، ويعني زين هذه اللغة الآن التي نجدها في كل مكان.
موجودة في كل مكان. فإذا غبنا عنها سننقطع عن التواصل مع الآخرين. كل القانون مكتب واسعة. نعم مكتب واسعة. والواحد يتمنى إنه مكتب الخرطوم الآن تعود إلى سابقتها والجامعة تخصص لها موارد مالية. يعني حتى تكون عندها دوريات الحديث up to date. أنا فوجئت بأن مرة مشيت الرياض المملكة العربية السعودية وجدت إنه الدوريات العالمية بتجي في المكتبة بتاعت الملك فهد مكتبة مفتوحة بتجي up to date. يعني دي دوريات مهمة جدا لكل باحث ولكل دارس في كل مجال من المجالات القانون. فالعلم أساسا هو عبارة عن مزج من التجارب ومعرفة المعلومات الجديدة إلى غير ذلك من الأمور. العالم ماشي بإلغاء سريع. يعني إحنا في عالمنا العربي ما قادرين نوفر للدارسين بتاعيننا المعلومات اللي واسعة. ولكن ده حق يقودنا لشيء آخر، إنه إحنا برضو نرغم الآخرين في إنهم يلجؤوا للدوريات العربية. يعني ده ما بيجي إلا بعد ما نستطيع أن نكتب في هذه الدوريات العربية فكر وعلم رصين وعميق يضطر الآخرين لأنهم يلجؤوا للدوريات العربية. فهذا الأمام برضو لابد أن نحيي اللغة العربية ولابد أن نحيي العروض العربية وأن نكتب بها إنجليزية. لا حتى في العربي يعني أقصد أنا عاوز إنه لغتنا العربية لأنه لغة القرآن الكريم لابد أن نلفت نظر الناس عليها. نعلم الناس برضو اللغة العربية، الناس تعلم اللغة العربية. وده مدخل برضو لتفهم الثقافة الإسلامية والدين الإسلامي. ولكن قضية صعبة وتتطلب مننا جهد كبير في إنه إحنا نهتم بهذا الجانب حتى تكون عندنا دوريات عربية في مستوى الدوريات الأجنبية الأخرى اللي الآن يعتمد عليها الناس في كل أنحاء العالم في المعرفة المتجددة والموضوعات الجديدة في مختلف فروعه. الحديث يطول وقد لا ينتهي مع سعادة الدكتور عادل العاجب. لا يسعني في هذه الحلقة إلا أن أتقدم له بالشكر الجزيل، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. أستودعكم الله. على إذاعة جامعة الخرطوم تتابعون رموز وأفكار، نحاور ونوثق من خلالها لأساتذة جامعة الخرطوم. إنهم أثر الحياة العلمية الأكاديمية والمعرفية، عملوا في خدمة المجتمع وشاركوا في العمل العام. رموز وأفكار من أعداد وتقديم محمد القاسم محمد.